خلونا نروح بقى ايه زي ما كنت بقول لكم لجامعه طنطا لاول مره بالجامعات. جامعه طنطا تعلن عن استخدام احدث تقنيات ميتافيرس لتدريب وتطوير مهارات الطلاب في الجامعه. وشهد الاجتماع الشهري يا ساده يا كرام لمجلس جامعه طنطا اطلاق هذه التجربه الاولى. حضراتكم شايفين قدامكم اهو جانب من اطلاق التجربه، يعني الساده الافاضل اللي موجودين، طبعا انا مش قادر اميز مين لانه بيبقوا لابسين النضاره بتاعه او التي تؤهلهم لاستخدام تقنيه الميتافيرس والنضارات بتاعه الواقع الافتراضي. او طب احنا معانا دكتور، انا مبسوط، انا مبهور باللي بشوفه. احنا عندنا في مصر مواكبه شديده السرعه لاحدث التقنيات اللي بتحصل في العالم. احنا معانا دكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دكتور استاذ يوسف بي وعلى مشاهدينك الكرام، وسعداء بحضرتك يا فندم. احنا سعداء بحضراتكم اكتر، وبالسرعه الغير مسبوقه اللي بتحصل في جامعه طنطا لاستخدام احدث التقنيات اللي ظهرت في العالم. يعني الميتافيرس ده لسه الناس بتتكلم عنه اول امبارح، يعني مش اول امبارح طبعا اللي هو اول امبارح، بس ده يا دوب من شهور يعني. لقينا هوب ده موجود في جامعة طنطا وبنشتغل بيه على التدريب وتنمية المهارات. أنا عايز أعرف أكتر يا فندم. وهنربطه يمكن كمان بالفقرة السابقة بتاعت المجلس القومي للإعاقة الأشخاص ذوي الهمم. أيوه. اللي كانت الجزء الخاص بمبادرة قادرون باختلاف اللي أطلقها السيد الرئيس في 5 أكتوبر برضه. خليني في البداية يعني الأول أقول لحضرتك يمكن أن جائحة الكورونا كان ليها سلبيات كثيرة جدا على العالم كله طبعا، لكن برضو بصراحة كان ليها جوانب إيجابية. أهم جانب إيجابي كان التطور الغير مسبوق في التحول الرقمي للتكنولوجيا للاتصالات اللي شهدها العالم كله. في مصر كمان شهدت طفرة هائلة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والتعليم عن بعد والاتصالات. وخليني برضو أقول دايما أن ده تنبه لها وشجعتها من البداية خالص القيادة السياسية، وده يمكن كان ليه تأثير كبير بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا في التخفيف من حدة الآثار السلبية للجائحة اللي احنا فعلا شفناها، والتأسيس للمستقبل تكنولوجي جديد خلينا نقول بجد ان هو هيمثل احد اهم سمات الجمهورية الجديدة بتاعتنا. في الإطار ده خلينا نقول ان جامعة طنطا حطت من البداية خالص وضع يعني الخطة التطويرية بتاعتها لتحقيق تعليم متميز بيستخدم احدث التقنيات في العلم الحديث، نستخدم التكنولوجيا المتقدمة اللي يمكن بعض الجامعات في العالم المتقدم في الغرب لسه ما استخدمتهاش. وخلينا اقول ان الحقيقة ده كان الجامعة مش اول مرة تكون متميزة في الخدمات الالكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، لان احنا الحمد لله حصلنا على جائزة مصر للتميز الحكومي للمرة الجائزة الثانية في مجال الخدمات الالكترونية من شهور قليلة يعني على مستوى مصر كلها. الحقيقة برضو جت الفكرة بتاعت استخدام تكنولوجيا المتطور اللي هو بالدمج ما بين، انا هشرح ده يعني الواقع الافتراضي اللي احنا بنسميه الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز. في اول محاوله لتطوير تكنولوجيا الميتافيرس واول تجربه تشغيل حقيقيه شهدها فعلا مجلس الجامعه امس، يقدر المشاهد او المستخدم التجول والمعايشه الكامله داخل بيئه حقيقيه متكامله. التقنيات دي في حل ان احنا نقدر نعممها هتلعب دور كبير جدا في تغيير مستقبل التعليم والبحث العلمي والطب وخدمه المجتمع وكثير والتعامل مع اولادنا اللي هم بنقول عليهم دايما ذوي الهمم والقدرات الخاصه. ولو حضرتك دخلت على موقع الجامعه اللي اطلق برضو جديد، اطلق امس الموقع الجديد، هتلاقيه فيه خدمات مخصصه لذوي الهمم اللي هم قادرون باستطاعه باختلاف، وهتلاقي ان ازاي يعرفوا يتعاملوا. اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الكتاب الصوتي، هتلاقي اللي عنده عشاء ليلي ممكن ازاي يتفرج على الموقع، فاقدي البصر، ضعاف البصر، كل هذه الامكانيات اطلقت امس في تطوير جديد جدا للخدمات الالكترونيه اللي بتقدمها جامعه طنطا، والحمد لله هي متميزه بكده. خليني اشرح لحضرتك موضوع الميتافيرس ده عشان ده موضوع برضو اعتقد انه هو مهم. في اربع يعني مستويات في العالم في الميتافيرس. المستوى الاول اللي احنا بداناه بالفعل وخلصناه في خلال الشهور الستة الماضيه، حضرتك مثلا على سبيل المثال
انت عندك واقع موجود، عندك مثلا غرفه عمليات بتتم فيها عمليه جراحيه، وانا عندي 200 300 طالب عايز افرجهم على العمليه دي. فطبعا مستحيل ادخل 200 300 طالب جوه العمليه او المكان. فاللي بيحصل ان انا ممكن اخليه من خلال التكنولوجيا المتقدمه دي انه يعايش الواقع بالظبط كانه جوه اوضه العمليات، ويتفرج على العمليه ويقف جنب ايد الجراح من على اليسار وعلى اليمين، ويختار يعني يتجول جوه الغرفه ويتفرج كانه بالظبط جوه المكان، بدون يعني ما هوش فيديو، يعني هو شخص جوه المكان، جوه المكان الواقعي. والمكان مش معمول فيرتشوال رياليتي، يعني مش معمول له نمذجه على الحاسب الالي، لا هو نفس المكان. دي المرحله الاولى اللي الجامعه الحمد لله نجحت في تحقيقها، وان شاء الله نفكر نبدا نعممها بصوره اكثر تقدما. في مرحله بقى ثانيه متقدمه ان شاء الله، هي دي خطه الجامعه في 2022، ان تبقى في تزامن. يعني ايه تزامن؟ يعني العمليه بتتم دلوقتي، انا عايز اتفرج عليها دلوقتي، ف يعني يحصل انك انت كطالب او كمشاهد خارجي ما انتش جوه اوضه العمليات خالص، ممكن تبقى في بلد ثانيه، ممكن تبقى في قاعه، تبقى في اي مكان، وتتفرج على العمليه اللي بتحصل في اللحظه دي حالا. دي الآلية دي طبعا بتحتاج، طبعا كل الحاجات دي محتاجة تكنولوجي متقدم طبعا، واحنا الحمد لله بنحصل، الحمد لله يعني المجال مفتوح قدامنا ان احنا بنحصل على هذه التكنولوجيا دي ان شاء الله خطة الجامعة القادمة. المرحلة الثالثة اللي هي موجودة في العالم، بس احنا لسه شوية، هي لسه برضو بادئة، ما بقالهاش يمكن 3-4 شهور، اللي هي مرحلة انك انت في تفاعل بقى ما بين الشخص اللي بره المستخدم وأوضة العمليات نفسها. يعني ايه؟ يعني يكون مثلا في جراح مثلا موجود في الولايات المتحده، ويقدر ان هو يشارك في العمليه الجراحيه اللي بتتم في جامعه طنطا مع جراح اخر، من خلال انك بتعمل له زي فيرتشوال رياليتي للعمليه، يعني كانه شايف العمليه الحقيقيه بشكل مبرمج، وبيمسك المشرط وبيتحرك في اتجاه معين، بيقوم بنفس الطريقه جراح اخر موجود جوه اوضه العمليات في الجامعه جامعه طنطا. يعني كانه بالظبط وهو لابس النظارات دي، بيقدر ان هو ياخد الاوردرز ويقدر يعمل كانه بالظبط. وعليه لو في احتياج ما ان انا عايز عمليه يجريها الدكتور فلان الفلاني اللي في جونز هوبكنز، هخليها يعملها لي بس بايد الجراح المصري. بالظبط كده، دي الاليه دي موجوده بالفعل، بس لسه جديده خالص. اخر اليه اللي هي الرابعه اللي لسه ما حدش عملها في العالم كله، ان نفس الكلام ده يحصل بس مش بايد الجراح بقى، بتكنولوجي تانية لسه العالم كله مع يعني هو عايز يعني ان الجراحه تحصل مثلا بروبوت مثلا او بحاجه زي كده. دي لسه العالم يعني ما حدش عمل يعني هذا التطور. الحقيقه احنا بنحاول ان احنا نقدم فكره الحياه، يعني فكره الحياه الكريمه زي الفلسفه اللي اطلقها فخامه الرئيس. يعني الحياه الكريمه انك تقدم تعليم راقي جيد ومتميز طبعا، وتقدم صحه جيده متميزه، وتقدم كل الخدمات المتميزه، ما هياش حقوق الانسان، ما هياش فقط الحقوق السياسيه وحق يعني الاطار الضعيف او الاطار الضيق لهذا المفهوم، لا احنا الحق الحقيقي للجمهوريه الجديده انك انت تتيح هذه الفرص لابنائك وتقدم لهم احدث حاجه موجوده في العالم. فاحنا بنحاول في الجامعه الحقيقه نواكب هذا التطور، بنحاول ان احنا ابنائنا ذوي الهمم، احنا يعني من يوم 5 لما اطلق فخامه الرئيس المبادره بتاع القادرون باختلاف، أيوه، احنا يوم 6 على طول كنا شغالين فيها في 6 اكتوبر وعملنا البرنامج بتاعها، وغيرنا حتى زي ما بقول لحضرتك الموقع الالكتروني والخدمات الالكترونيه اللي بتتقدم لاولادنا في الجامعه كلها، بحيث ان اولادنا حتى ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه، انا بسميهم ذوي القدرات الخاصه وذوي المواهب الخاصه، أيوة، وانا كنت في اجتماع معاهم النهارده الحقيقه بالصدفه، يعني هم لهم قدرات ربنا سبحانه وتعالى ده كل واحد قدرات مختلفه طبعا عن الثاني، طبعا مفيش حاجه اسمها اعاقه. انا بارى ان الاعاقه دي كلمه يعني اتمنى ان احنا نغيرها، لا هي هم قادرون باختلاف زي صحيح ما الرئيس قال فعلا، وهم ده جزء من المجتمع ولازم نستفيد منهم، وهم هيفيدونا فايده هائله. فالحقيقه الجامعه الحقيقه بتبذل مجهود كبير جدا في تطوير كل الاليات التكنولوجيه، مش للطالب اللي بنعتبره، كل الطلبه
سواء اي طالب أي. بالتاكيد بالتاكيد فكره الاتاحه اللي هي الجمهوريه الجديده فعلا يعني بترفع هذا الشعار الاتاحه يعني للجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور والله ان شاء الله يا دكتور محمود ان شاء الله يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا 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 على هذا الجهد المستمر والمتواصل في جامعه طنطا. انا سعيد جدا بالتطور اللي حاصل ده، لانه فعلا فعلا ده يعمل بريك ثرو في طريقه التعليم عندنا هنا في مصر، حاجه هتبقى مختلفه تماما. كل الشكر لحضرتك جدا على هذه المداخله. خلونا بقى نروح لايه يا ساده يا كرام.